كابتن اسامه هارد لاك. بدايه موسم كنا نتمنى طبعا المكسب زي ما قالوا الكباتن، ولكن اكيد في دروس مستفاده من مباراه النهارده. اولا قبل المباراه قلت لك ان المباراه دي مش سهله كتير. طبعا مباراه صعبه، وصعوبتها ان المباراه 50-50. مظبوط، في ظروف متشابهه ما بين الفريقين، بدايه موسم، اول مباراه رسميه على الفريقين سواء الاهلي او الاتحاد العاصمه. لكن شوف الجو العام، الجو العام هو اللي بيوصل للعيبه، بيوصل للجهاز الفني، الجو المحيط بالمباراه. لما تشوف الجو المحيط بالمباراه هتلاقي 99% يقول لك الاهلي هيكسب واحد، يكسب اثنين، يكسب ثلاثه. ده في كره القدم ما بيبقاش صح. الاجواء اللي بتبقى مصاحبه لحدث او لمباراه. بس من المفترض ان الكلام ده ما يوصلش نتيجه الخبرات طبعا اللي عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، ما يوصلش للجهاز الفني بسهوله ولا يوصل للعيبه بسهوله. طب ما عشان كده الاستعداد النفسي مهم جدا. الظروف متشابهه، انت كاهلي لسه راجع من فتره اعداد، هو نفس الكلام راجع فتره اعداد، المباراه 90 دقيقه يعني ما فيش وقت اضافي، لو تعادلته فهو وقت اضافي مين اللي يخطف؟ دايما المباريات اللي زي دي تتلعب على خطا واحد. هو النهارده استغل خطا، خطا النهارده مروان عطيه، كوره اتعملت، الفار، الحكم استغل خطا. انت حاولت تعوض بعدها، يعني كان في استعجال، لكن الاستعجال ما كانش بعد الهدف اللي جه في حاجه و40 في الشوط الاول. الاستعجال، وده يرجع للتحضير النفسي للمباراه، الاستعجال او العصبيه كانت من اول 3 4 دقايق في المباراه بالظبط، ومفيش داعي لكان العصبيه. ومش العصبيه كانت من اللعيبه بس، يعني انا شفت كهربا وهو بيعترض على الحكم، الحكم النهارده طبعا حكم سيء لا يليق بنهائي او مباراه بطوله في افريقيا. لكن النهارده الصوره نقله واصله للعيبه عصبيه زايده. صحيح. نفس الكلام كولر اللي المفروض يبقى هادي عشان يقدر يدير ويقدر يركز في التفاصيل برضو كان عصبي، فده من ضمن الاسباب داخل الخطوط وخارج الخطوط. صحيح. دي نقطة. النقطة الثانية اللي بلوم على كولر فيها حتة الكرات الطويلة، مش أسلوب النادي الأهلي النهاردة إن دايما الكرات طويلة، من سواء من رامي ربيعة أو محمد هاني أو ياسر إبراهيم لما نزل أو محمد عبد المنعم. النهاردة كان معظم لعبنا كرات طويلة، معظم لعب، لا، النادي الأهلي الكرة بتنزل من تحت، تتحضر نص الملعب، تروح على الأطراف، بتروح لصانع اللعب، بتروح لرأس الحربة، هو ده أسلوبنا الاستحواذ، والكرة بتطلع من تحت بتحضير. في معظم الاوقات كان كرات طويله، والعكس النهارده فرقه الجزائر تمتاز بالطول، هو مستني الكره الطويله، هو بيجيد في الكره الطويله، متفوق فيها، حط له واحد واحد في كره عاليه هو هياخدها، وهو بيكسب كل الالتحامات. فانا النهارده ما احولش اسلوب لعبي للطريقه دي. حتى برضو يعني بلوم على كولر في اخر تغييره في المباراه، محمد عبد المنعم المساك، انزل ياسر ابراهيم، اطلع محمود كهربا عشان ياسر ابراهيم رجعوا مساك، عشان اشتغل كرات عاليه لمحمد عبد المنعم. طب انا عندي كهربا يعني حل من الحلول، بيعرف يشتغل، يعرف يسجل جون. الحته دي برضو افقدتنا شويه من قوه النادي الاهلي، هي دايما تفاصيل المباريات الكبيره او مباراه البطوله الواحده هي تفصيله، يعني مش بتبقاش تفاصيل كتير. علشان كده قلت لك النهارده داخل الملعب في مباراه، لكن في خارج الملعب في مباراه ثانيه بره. النهارده قلت لك كولر مدرب كبير، وبرضه بن شيخه مدرب كبير بيقدر يتعامل مع المباراه دي. يتعامل ايه النهارده؟ هو قفلك المباراه واقعي. مظبوط. النهارده قفل جبهه علي معلول، هو مذاكر الفرقه كويس، عارف علي معلول حل من الحلول الهجوميه المهمه للنادي الاهلي، قفل لك الجبهه دي. كهربا مرمي بين اثنين مساكين طوال بيجيب ضربات الراس وشغالين معاه، هو قافل لك مفاتيح اللعب. النهارده تضييع الوقت بيجيدوه بشكل كبير، انت النهارده بتضيع الوقت وانت بتروح تعترض على الحكم، تعترض على اللعيبه، انت كمان بتساعده انه يضيع الوقت، ما ده كله تحضير ذهني للمباراه. هي كرة القدم يعني بطولة، انت خسرتها في بداية موسم، طبعا ما كناش نتمنى، طبعا بداية موسم بتكسب بطولة بتديك دفعة قوية لبقية الموسم، لكن هي في الكرة في كده وكده، احنا بنفكر بقى نفكر في الفترة اللي جاية ان شاء الله. الفترة اللي جاية فترة مهمة، عندك مباراة بعد 3 ايام، بطولة دوري، لازم اللعيبة، وده مهم جدا، خلاص انت خسرت بطولة النهاردة، لازم اقفل من بكرة، لازم اقفل، لازم اشوف اخطائي ايه، لازم اشوف انا اسباب خسارتي النهاردة ايه، تحضير النفسي، تحضير الذهني. بالمناسبة برضه عشان الناس كتير تقعد تتكلم تقول لك اصل امام عاشور دخل النهاردة، اصل سليم، لا، الاثنين
صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي. صحيح. اثنين مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. لكن انا قلت الكلام ده وعدم اقطع كلامك يا اسامه قبل المباراه، قلنا ان الناس ديت مش هتبقى فجاه هتبقى ده التوب ليفل بتاعهم، محط تقييم يعني، او الصوره بتاعت التوب ليفل. هم لسه فتره في البدايه، حتى امام رجع شويه من الاصابه فمحتاج وقت، رضا ظهر بشكل كويس بس محتاج وقت شويه، فده ده مهم الناس تعرف الكلام ده والناس دي جايه. الاثنين مكسب كبير، الاثنين عندهم شخصيه، الاثنين ان شاء الله هيجوا قدام وهياخدوا بطولات مع النادي الاهلي. لازم يقفل هما اثنين كلاعيبه اثنين جداد، اقفل تماما، دايما تركيزي في الملعب، لازم ارد في الملعب، لازم اشتغل بشكل كويس. النهارده انت الموسم ده عندك بطولات كتير، انت خسرت اول بطوله، لازم تبقى دافع ليك لبطوله الدوري اللي انت بطلها، لازم دوري السوبر. وانا كمان مستغرب على التحكيم الافريقي. انت النهارده ده انت في مباريات بتتفرج عليها انت ما بتحسش بالحكم، انت بتتفرج على مباراه بين فرقتين لعيبه واثنين مدربين بيغيروا، انت مش حاسس بالحكم، ان القرارات دايما ايوه بالظبط صحيحه، قرارات سليمه، قرارات في توقيتها، بتدي هنا حقه وبتدي هنا حقه، مفيش لا هو الحكم النهارده كان عايز يبقى ليه دور في نتيجه المباراه، مفيش قرارات بتتنقل عصبيتها للعيبه. انت من اول دقيقه النهارده شوف القرارات النهارده، الفار للنادي الاهلي انت ما بتروحش تشوف الفار، الناحيه الثانيه انت في ثانيه طلعت علشان تشوف الفار. حتى الكره بتاعت كهربا اللي احرز منها هدف هنشوفها مع كابتن، انت ما رجعتش حتى الفار، ما بتاخدش ثواني مع الفار. صحيح. كرات كتير بقى، حتى تضيع الوقت، حتى ال10 دقائق اللي حسمهم في الاخر ما اداش ال10 دقائق بتوع النادي الاهلي، وال10 دقائق ضاع منهم كمان لا يقل عن 5 6 دقائق جوه ال10 دقائق. صحيح. فانت النهارده الحكم برده وانت داخل على سوبر افريقي، يعني دوري سوبر افريقي، برضو في حاجات غريبه في التحكيم الافريقي، يعني لا يليق بمظهر الكره الافريقيه.